انتي أمة الله الغالية، اعتزي بنفسك، اعتزي بدينك، اعتزي بأهلك، خليكي فخر، خليكي حلم كل شاب. ما تكونيش انتي بتحلمي بالشاب، خليكي انتي حلم كل شاب. خلي كل شاب يتمنى ان هو يتكلم معاكي، كل شاب يتمنى انه يفوز بيكي انك تكوني زوجة ليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحشتوني كتير كتير جدا جدا، اخباركم ايه حلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة، يا سكر يا رب زيادة. يلا بينا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وندخل في الموضوع. النهاردة جايين نتكلم مع بعض كلمتين كده بيني وبين البنات. يعني بص من الاخر كده، الرجالة ملهاش دعوة، اطلعوا برا، ده كلام بنات. عايزين نتكلم كلمتين وعايزة اوصل لكم رسالة. اللي ما بتتكلمش مع مامتها تعالي اتكلمي معي، اللي ملهاش اخت كبيرة ومش قادرة تاخد رأي بحد تعالي خدي رأيي. عايزة اقولك ان انتي لو لوحدك تعالي كلميني وانا هفيدك باللي اقدر افيدك بيه. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا يا بنات، لازم ناخد اراء حد اكبر مننا. مامتك هي اكتر حد بيخاف عليكي. ممكن يكون في فرق في السرعات سيدي الرئيس، فكره اختلاف الزمن او مثلا عدم تطور الامهات مع بعض او مع ابنائها، ممكن نقول سرعه الزمن، ممكن نقول تحمل المسؤوليات الكتيره قوي والضغوطات اللي بقت موجوده علينا، ما بقتش الام قادره ان هي تتكلم مع اولادها، ودوت عمل عجز كبير قوي في حياتنا وادى بينا لمشاكل سلبيه كتير جدا. كل بنت يا جماعه محتاجه حد ان هي تتكلم معاه، كل ولد محتاج حد يتكلم معاه، اذا كان اقل من يعني في سن المراهقه، اقل من 16 او فوق ال 16، هم محتاجين حد يتكلم معاه، محتاجين حد يديهم الحقيقه، حد يرشدهم للصواب. ما تروحيش تسالي على حاجه لزميله ليكي هي في نفس سنك ما عندهاش خبره، او خبرتها اللي هي عندها اكتسبتها من طرق ممكن تكون خطا مش صحيحه. يبقى ليه نحط نفسنا في مواقف زي دي؟ فزي ما انا قلت لك كده في الاول، عايزه اتكلمي، اتكلمي معايا. انا حساب الواتس انا الواتس بتاعي هتلاقيه في الديسكريبشن في صندوق الوصف، وكمان هتلاقوا الصفحه بتاعه الفيسبوك تقدروا ان انتوا تتواصلوا معايا بيها. عايزين تتكلموا في اي حاجه، عايزين تسالوا على اي حاجه، انا معاكم، بس ارجوكم ما تقعدوش تتكلموا مع بعض. حلقتنا النهارده بتتكلم عن فساد البنت للبنت. يعني ايه فساد البنت للبنت؟ يعني البنت تفسد البنت، يعني ايه؟ عايزه اوصلك ان لو بنت مش كويسه وانت ماشيه معاها هيقال عليك ان انت مش كويسه. ازاي؟ انا واحده محترمه، انا واحده ما بعملش حاجه غلط، انا واحده ماشيه في حالي. هي زميلتي في الدراسه او زميلتي في العمل او زميلتي في اي مكان، انا ماليش دعوه بيها، بس احنا بنمشي مع بعض عادي، اصل احنا بناكل ونشرب مع بعض عادي، اصل احنا بنروح النادي مع بعض عادي، اصل احنا بنخرج نتفسح مع بعض عادي. لا، هو دوت مش عادي. اوصيكم بالصحبه الصالحه، اوصيكم بالصحبه الصالحه، بمعنى ان انت دوري على صحبه تاخذك الى الجنه. لو شافتك بتعملي غلط تردك، لو شافتك ان انت ماشيه في طريق غلط تردك. هي دي الصحبه الصالحه، الصديقه ليكي يعني مرايتك، يعني اما تلاقيك تعملي حاجه غلط تقول لك ستوب، اوعي تتحركي، لا لحد هنا وقفي، ما ينفعش، انت لو استمرتي في الطريق ده انا هسيبك وامشي، انا خايفه عليكي، ارجوكي بلاش تعملي كده. دي صديقه بجد، دي واحده خايفه عليكي،
دي بتحبك. انما الصديقه اللي تقولي لها انا رايحه اقابل واحد صاحبي بقى النهارده، تقول لك يا سلام هتلبسي ايه وهتعملي ايه ومش عارف ايه، وترجعي بقى يا سلام على كلام البنات، اسكتي بقى ده بسني بوسه يا نهار ابيض، بصي ده انا مش والتانية قاعدة بتسمعلك هي وحصل ايه ومبسوطة، دي مش صاحبتك. اوعي تتخيلي ان دي صديقة ليكي، دي شيطانة من شياطين الانس عايزة توقعك في نفس اللي هي وقعت فيه. هي دي الصحبة، الصحبة ان انت اما تعملي حاجة غلط تلاقي صاحبتك دي بتردك عن الغلط. مش قادرة تتكلمي مع ماما، كلمي مع اختك الاكبر منك. ما عندكيش اخت او ملكيش اخت او اختك مشغوله عنك، دوري على حد في العيله. ما لقيتيش انا موجوده، انا مامتك وانا اختك وصديقتك وصاحبتك وكل حاجه، بس ارجوكي ارجوكي ما تقعيش في الغلط، ارجوكي احذري، ارجوكي يعني انتي امة الله الغالية حبيبتي، انتي امة الله الغالية، فكري في يوم هتقابلي فيه ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي زمنا على امتي يكسر فيه موت الفجأة. هو ده الزمن اللي احنا فيه، بيبقى ابن 10 سنين ويموت، ابن 5 سنين ويموت، بيقول لك جينا نزور مرتكم لقينا سالمكم مات. يعني الموت النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرب الموت له اقرب من علي من قعب قدمي. يا الله يا الله، ايوه. فخافي ربنا، خافي وقت هتقابلي فيه ربنا تقولي له ايه، خافي على ابوكي اللي شقي وتعب في تربيتك هو وامك، خافي عليهم، ارفعي راسهم ما توطيهاش. اجعل من يراك يدعو لمن ربك، اجعل من يراك يدعو لمن ربك، دي في حد ذاتها عبادة، دي في حد ذاتها بتاخدي عليها حسنات. خافي من الله، انا ما بقولكيش عيب ولا غلط، انا بقولك حلال حرام. اختاري الصحبة الصالحة، اختاري الصحبة الصالحة. مفيش صداقة بين ولد وبنت، مفيش صداقة بين ولد وبنت، هو ولد وانت بنت، انت كائن وهو كائن، ليكوا وقت هتتعاملوا فيه، معاكي زمايل ولاد في المدرسة جميل، انا ما قلتلكيش لا، تعاملكم في حدود، معاكي زمايل في الجامعة تعاملكم في حدود، معاكي زمايل في العمل، بره العمل مفيش داعي للصداقة، انتي مجرد واحدة بتأدي عملك وهو مجرد واحد بيأدي عمله، انتوا الاتنين في عمل بينكم مشترك، لكن مفيش بينكم حياة مشتركة، انتوا مش متجوزين، ما ينفعش. هل يجوز مثلا ان زميلي يتصل بيا بعد اوقات العمل او يكلمني وانا في البيت؟ هيكلمك في ايه؟ هيكلمك يقولك الدوسيه الفلاني وبكره هتودي الدوسيه كذا وهتعملي مدير كذا وكذا وكذا، اوكي ماشي مفيش اي مشكله، لكن مش هيكلمك عشان يتصل بيكي عشان يقولك مثلا انا مراتي كذا ولا انا عندي مشاكل كذا ولا 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 ولا، يعني انت مش في مجال يعمل لده. يا دي الفكره، انتي كواحدة ست انتي امة الله الغالية، انتي امة الله الغالية، اعتزي بنفسك، اعتزي بدينك، اعتزي باهلك، خليكي فخر، خليكي حلم كل شاب، ما تكونيش انتي بتحلمي بالشاب، خليكي انتي حلم كل شاب، خلي كل شاب يتمنى ان هو يتكلم معاكي، كل شاب يتمنى انه يفوز بيكي انك تكوني زوجة لي، خليكي انتي ملكة على عرشك. طول ما الشاب شايفك ملكة على عرشك هو هيكون مبهور بيكي. اول ما تبتدي تقدمي التنازلات هتبقي زيك زي كل البنات اللي بتتقدم التنازلات، ولو قدمت تنازل هتلاقي تنازل ورا تنازل ورا تنازل، خلصت الحياة. هنا وقعتي في المشكلة، عشان كده انا بقولك
دوري على الصحبة الصالحة اللي ترشدك للخير، اللي ترشدك للصواب. مامتك موجودة، أختك موجودة، صديقتك وصديقة عمرك موجودة. بحبكم جدا في الله، يا رب يهديكم ويهديني ويهدي شباب وبنات المسلمين، يا رب يغفر لنا ويسامحنا ويتولانا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لنا ما تقدم وما تأخر من ذنب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حلقتنا خلصت بس كلامنا ما انتهاش، ولينا كلام تاني في كلام البنات. بحبكم جدا في الله، واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ودلوقتي هنقول ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.